كشف وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي إننا اليوم في لحظة مفصلية وأمامنا تحديات كبرى للسنة الدراسية المقبلة، داعيا المعنيين في الدولة لتحمل مسؤولياتهم وصرف المتأخرات المالية للأساتذة والموظفين والعاملين وما يترتب على الجهات المانحة لنتمكن من بدء الدراسة والتقدم في عملية التعليم. كلام الوزير الحلبي جاء خلال رعايته افتتاح المؤتمر التربوي للعام الدراسي 2022-2023 في ثانوية الحريري في صيدا، والتي نظمته مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة والشبكة المدرسية لصيدا والجوار. وتطرق الوزير الحلبي في كلمته إلى انطلاقة العام الدراسي فقال: فتأمين الأموال مسألة أساسية لنتمكن من تعليم الجميع، لكننا لا يمكن أن نوفر لغير اللبنانيين ما لم نؤمن العلم للبنانيين. إننا نعمل اليوم رغم كل الصعوبات لنكون على جهوزية تامة لانطلاقة سليمة للعام الدراسي الجديد، ولمواجهة كل الأزمات التي تعترض طريقنا وهي كثيرة. نعمل لتأمين مساعدات للمعلمين ليتمكنوا من الوصول إلى المدرسة والتعليم والعيش الكريم، ونضع خططا لتوفير المستلزمات والمقومات المالية لتمكين مؤسسات تربوية من القيام برسالاتها التربوية. كما تحدث في المؤتمر النائب أسامة سعد والسيدة بهية الحريري. وعلى هامش افتتاح المؤتمر سلم الوزير الحلبي والحريري الطلاب الأوائل في الشهادة المتوسطة والثانوية العامة على مستوى محافظتي الجنوب والنبطي شهادات التكريم موقعة من الوزير الحلبي. من صيدا رئيف الملاح، صوت لبنان.